أعزائي المشاهدين، برحب فيكم مرة ثانية، وحنبتدي هلأ نعمل طبق كتير لذيذ خفيف، الكبار حيحبوه والصغار، يعني طعم مختلف ولكن إشي أنتو دايماً متعودين عليه وخصوصاً في شهر رمضان. حنعمل مهلبية بشكل مختلف، حتكون مهلبية مخططة. نشوف مع بعض المكونات. مهلبية مخططة: مهلبية الحليب 2 كوب حليب، 3 ملعقة كبيرة نشا، 2 ملعقة كبيرة دقيق، ربع كوب سكر. مهلبية الكاكاو 2 كوب حليب، 3 ملعقة كبيرة نشا، 2 ملعقة كبيرة دقيق، ربع كوب سكر، 3 ملعقة كبيرة بودرة الكاكاو السادة. للتزيين جوز هند ناعم. أعزائي المهلبية من الوصفات البسيطة والسهلة، والمكونات تاعتها كمان جدا بسيطة. نحتاج الحليب، النشا والسكر، وحنحط برضو معهم الطحين. هاي المكونات اللي معظمنا متعودين عليها. حنعمل المهلبية بطعمين. الطعم الأول مهلبية سادة، ممكن إذا حبيت أضيف لها أي نكهة أنا بحبها، أنا حخليها هيك على طعمها. المهلبية الثانية بطعم الشوكولات. قبل ما أبتدي أشتغل بالمهلبية لازم أكون محضر الأطباق اللي أنا بدي أصب المهلبية فيها. عندنا أطباق صغيرة ممكن بهذا الشكل، ممكن فناجين الشاي، أي شيء عندك في المطبخ تقدري تستعمليه. أطباق بهذا الشكل، هيك أطباق، زي ما بدك، كله بيمشي الحال. عايزينها صغيرة عايزينها كبيرة بتقدروا تتحكموا على حسب رغبتكم. يبقى أنا حختار الأطباق اللي بهذا المقاس، والمجموعة الثانية أنا عندي أطباق شفافة وردي استعملتها، حورجيكم هلأ كيف حيبقى شكلها. حجيب 2 كسرولة بهالطريقة، حيكونوا جنبي. قبل ما أحطهم على النار أحطهم هيك على الكاونتر، وأبتدي خطوتي الأولى. المهلبية البيضة حصب الحليب، الطحين، النشا والسكر. المهلبية السودا أو بالشوكولات الحليب، الطحين، النشا والسكر. هون الإضافة اللي حتكون عندي مميزة، إضافة بودرة الكاكاو. يفضل إنكم تستعملوا بودرة الكاكاو السادة اللي بيكونش فيها أي إضافات. إذا مش موجود عندكم وحبيتوا تستعملوا بودرة الكاكاو اللي هي بتبقى زي الميكس، زي المشروبات اللي بيكون فيها سكر، بس زودوا شوي الكمية لأنه هذيك بتبقى خفيفة شوي. هون أنا بدي كاكاو سادة ليعطيني الطعم المظبوط. هلأ الخطوة الثانية اللي هحتاجها، إني هحتاج 2 مضرب، واحد أقلب فيه المهلبية البيضة، والثاني هقلب فيه المهلبية البالشوكلت. أتأكد إني أنا دوبت النشا تماماً قبل ما أحطها على النار. خلوا بالكم من هذه الخطوة. يبقى هيك داب عندي، وهيك ابتدى برضو يدوب عندي. هلا برفع الكسرولتين على النار، ولابد اني استمر بالتحريك لغايه ما طبعا يتماسك عندي المهلبيه. التقليب ما في داعي يكون قوي او بعنف، بس من وقت لوقت، مش شرط اني امسك يعني الاثنين هيك مع بعض اقلبهم، لا ممكن اقلب واحده اسيبها ثانيه واحده، قلب الثانية ما في مشكلة عندي. إذا بدكم تعملوها أزفن اقعدوا حركوا الاثنين في نفس الوقت، ممكن إذا حبيتوا. يبقى أعزائي بنستمر بالتقليب لغاية ما تتماسك عندي المهلبية مع بعضها. طبعا هوني ما حنقول الأطفال يدخلوا لأنه في خطورة، أنا حستعمل المهلبية وهي سخنة فما بينفع أدخلهم أبدا. الحلو في الأطباق المهلبية إنه نكسب فيها وقت، دائما ست البيت بتكون محتاجة وقت اللي هو بلحظتها في اليوم نفسه. فهي الأطباق الحلو فيها أنها بتنعمل قبل بيوم، بتحط في الثلاجة، تقعد لمدة يوم واحد أو ليلة واحدة مش أكثر،
إذا المهلبية خليناها لفترة طويلة بالثلاجة بنلاحظ إنه بتفصل عن بعضها، بنلاحظ إنه أصبحت عليها كمية أو طبقة من المي لأنه النشا بيبتدي يتحلل، فما أنصحكم فيها يعني. قبل بليلة إز أوكي. أعزائي بنلاحظ المهلبية تماسكت عندي بهذا الشكل، برضو المهلبية الشوكولات. خلوا بالكم التقليب يبقى بهدوء زي ما اتفقنا. هلا حشيله عن النار، ما شاء الله أصبحت ناعمة في منتهى الجمال. نشيل هذا المضرب، نشيل المضرب الثاني، خلاص هيك الموضوع عنا أصبح جاهز. والمهلبية زي ما قلنا بدها على طول سكب، هنحط الاثنين قدامي، كسرولة الأولى والكسرولة الثانية، وحناخد معلقتين برضو كل شيء اثنين معلقة حنحطها في الكسرولة الشوكولات. هلأ حاخد شوي من الشوكولات وأحطهم في الطبق، يعني كمية بسيطة، وبرضو فوقها حاخد شوي من المهلبية البيضة وأخذ بها الطبق، وأكرر هذه الخطوة، شوي من الشوكولات فوق وهكذا لغاية ما يمتلئ عندي الطبق بالكمية اللي أنا عايزاها. نخلي إيدنا دايما بالنص عشان يتوزع بشكل ظريف. يبقى ناخد كمية كمان ونكرر هذه الخطوات. يفضل إنه تكون حركتنا سريعة عشان فعلا المهلبية بتتماسك لما تبرد، فنبقى سريعين بالحركة. وهكذا أعزائي لغاية ما ينتهي عندي المقدار، وبعد هيك بحطها في الثلاجة لعدة ساعات لغاية ما تتماسك ونشوف شكلها بعد هيك. أعزائي حنشوف هلأ شكل المهلبية بعد ما تماسكت. زي ما خبرتكم ممكن تستعملوا أي أواني أو أطباق عندكم، أنا استعملت برضو الشكل الشفاف، حورجيكم شكلها كيف حتكون. يفضل إنكم لما تحطوها بالثلاجة برضو تكون مغطية بالنايلون عشان يضل وشها ما يصير ناشف. وببساطة بقدر أبعدها هيك شوي عن طرف الطبق وأقلبها بهالطريقة. إذا متلجة عندكم كويس ببساطة بتنقلب. شكلها كتير لطيف وكمان طعمها، اللي بيحبوا الشوكولات حينبسطوا كتير من هذا الطعم. لاحظوا هلأ أنا الشكل اللي أنتوا عم بتشوفوه في بعض الحبات بالشوكولات والبعض بالأبيض، حسب ما أنا كيف بديت أصب المهلبية. نحط كمان واحدة بالنص ممكن بهذا الشكل. يبقى أعزائي المهلبية أصبحت عندي جاهزة. الاختلاف الألوان لأني بديت أصب مرة بالأبيض مرة بالأسود أو بالشوكولات حسب ما أنتوا بتحبوا. طبعا لما تيجوا تقطعوها وتاكلوها حتلاقوا شكلها من الداخل كتير لطيف. أنا حضيف إضافة بسيطة بس كلمسة من الديكور، الجوز هند مع المهلبية دائما أصدقاء بس طبعا تقدروا تستعملوا أي نوع من المكسرات إذا حبيتوا. يبقى أعزائي المهلبية أصبحت عندي جاهزة، أتمنى إنكم تجربوها. فضلاً لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.